صباح النور عبد الرحيم. صباح النور، أهلا وسهلا. كيراك غاية؟ الحمد لله. وش راهم خاوتنا في المغرب؟ بخير، يسلمون عليكم. الله يسلمك. اليوم أنت ضيفنا، كنت ضيف أيضا معرض الكتاب في بيروت. جيت وقعت كتابك الجديد نزوات غويا. وطبعا كان توقيع جميل، وحتى وإن لم يكن هناك جمهور كبير. خليني أولا أعرف المتفرج والقارئ أيضا عنك. أنت كاتب إعلامي، فنان تشكيلي، من مواليد 56 بالدار البيضاء. اشتغلت وكتبت في صحف ومجلات على المستوى العربي والأجنبي أيضا. مؤسس ورئيس تحرير مجلة السؤال السياسية الفكرية، ثم أيضا مجلة أسبوعية ساخرة اسمها الانتهازي. هذا اسم رائع على فكرة، أنا متأكدة أنه الناس تحبه. أيضا ناشط في مواقع إلكترونية كثيرة، صحف مغربية، مصمم لمواقع وملصقات وأغلفة. عندك عدة. أنت موهوب. أنت موهوب والله. حاصل على الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة المغربية، عضو ملتقى الذاكرة والتاريخ في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وهناك أشياء لم أقولها أيضا. إذا كان شايف أنه كان حاجة مهمة نضيفها نضيفها في التعريف. كافي، هذا كافي كثير وكثير. كافي كثير طبعا. وترتدي قبعة وشلحة حمراء، هذه من ميزاتك أيضا أو لا؟ لا، من ميزاتي دائما ألبس القبعة. علاش هذه القبعة؟ هكذا ألفتها ووجدت نفسها. أعتقد أنه في شمال أفريقيا الكتاب يحبون هذا المظهر، كأنه مشترك. ربما الكتاب وغير الكتاب ميالين إلى هذا الشلحة، ميالين إلى القبعات، إلى البيري، إلى حتى الفرنسيين الأوروبيين وغيرهم، مش المغاربة فقط. ربما التقارب أيضا الجغرافي. ربما. صديقي عبد الرحيم، أنا تفاجأت حين أحضرت الكتاب. كنت أعتقد أنني سأقرأ رواية، يعني تساءلت لماذا لا يوجد هنا مؤشر أنه هل هي رواية، هل هي مجموعة قصص، هل هي شعر. فبدأت أقرأ، لقيت أنه هي مجموعة قصص، فتساءلت لماذا التوراني يذهب إلى القصة، فيما أنا أعتقد وكثيرون يعتقدون أن القصة ماتت وقدمنا فيها العزاء وانتهى الأمر. من قال هذا؟ ليس صحيحا أن القصة ماتت. قصة ما زالت وستبقى. أنا أول ما كتبت، بخلاف ما يكتبه الشباب في مراهقتهم يكتبون الشعر والخواطر، أنا أول ما بدأت بكتابة القصة، وبقيت مخلصا لها، وكتبت قصصا كثيرة، نشرت بعضها في الصحف المغربية وبعضها في المجلات العربية مثل الهلال والأداب البيروتية ومجلات العراقية مثل الطليعة العراقية، الطليعة الأدبية في كانت تصدر في العراق. القصة قلت لم تموت، لا أخالف هذا الرأي من يقول أن القصة ستموت. صنعت اسمك بالقصة؟ صنعت اسمي في الصحافة مش في القصة، حيث أنا لا أقدم نفسي كأديب ولم أراهن على الأدب. بدأت بكتابة الأدب، وفي فترة من الفترات قلت توقفت عن كتابة القصة، لأنني قلت لن أستطيع أن أكون نجيب محفوظ أو هيمنغواي أو غارسيا ماركيز، فلأبتعد عن هذا المجال. علاش قارنت روحك مع الأسماء الكبيرة؟ كنت حاسس أنك كبير يعني؟ لا، مش كنت حاسس راسي كبير، كنت حاسس راسي أني أقل، لن أستطيع أن أنتج نصا أدبيا. وعلاش تحس روحك أقل؟ يعني أنا لما قريت صراحة، يعني هي مجموعة قصصية، ويقال أن المجموعات القصصية مملة. نعم. لكن كل قصة عالم بحد ذاته، مكثفة، مضغوطة، غنية، ثرية، حتى أنه يعني استغربت كيف تجمع بين كل هذه المآسي التي تحكيها في المجموعات القصصية، عن الموت، عن الجلادين، عن السجون، عن الأوضاع المزرية لهؤلاء الأبطال، ولكن هناك وقفات مضحكة. أنا انفجرت ضحكة وأنا أقرأ لوحدي الكتاب في البيت. هنيئا لك أنك وصلت إلى هذا الانطباع الأول، أشكرك على هذا الانطباع. المجموعة تحمل اسم نزوات غويا. ربما تسألين عن العنوان، أجيبك. علاش نزوات غويا؟ الاسم مقتبس من مجموعة من اللوحات كان نفذها رسام عالمي مشهور عاش في القرن 18 وبداية القرن 19،
وكان يعيش في إسبانيا اسمه فرانسيسكو دي غويا. صحيح. ومن بين قصة على الداخل تحكي التفاصيل يعني. لا لا أنا أفسر لك القصة التي بعنوان نزوات فرانسيسكو غويا اللي موجودة في المجموعة هي أقل من أن العنوان المجموعة يتعدى هذه القصة. هذا الرسام رسم مجموعة من اللوحات نفذها بالأبيض والأسود على طريقة الكرتون أي الرسم الصاخر، وفيها ينتقد الأوضاع التي عاشها في عصره وفي زمنه من تفشي الفساد والظلم وخنق الحريات وكذا، وهو ما يعبر عنه مضامين القصص التي تضمها المجموعة. من هنا جاء هذا العنوان، وأيضا لأنني أرسم ومهتم بالفن التشكيلي وبتاريخه فتجدين بعض أسماء الفنانين. أيضا عندك هذا الخط، يعني أنت تنتقد بقلم لاذع الفساد الأخلاقي السياسي إلى ما لا، يعني هذا أيضا خطك يعني. ماذا سأكسب؟ أنا أكسب خواطر عشق أو ماذا سأكسب؟ لم تكتب الحب يعني؟ في المراهقة كتبت أشياء وكتبت رسائل لحبيبتي. لا حبيت نعرف يعني دائما يعني هناك كتاب ربما أنت لا تستسخف الحب ولكن يعتقدون أن الحب هو مرتبط بفترة مراهقة فقط. لا ليس صحيحا. الحب الإنسان يبقى الإنسان السوي تبقى معه هذه البشاهر إلى آخر نبض في حياته. طيب أنا لما بدأت أقرأ القصص، هي قصص طبعا ممتعة وجميلة، هذا السرد يعني أنا هنيك عليه، لكن اكتشفت أن الشخص البطل المتكرر في أغلب القصص هو عبد الرحيم، فأنا أدخلني الشك يعني، دائما يتهم الكاتب أنه يكتب نفسه، لكن هنا أصبحت أبحث أين صفات عبد الرحيم، أين صفات الحقيقية لعبد الرحيم. كيف جدك هذا؟ هل هو عبد الرحيم الداخل؟ هل هو يعني إذا شئت أنا أعيش القصة القصيرة بشكل يومي، ما ألاحظه في المجتمع في طريقي في عملي هو عبارة عن قصص قصيرة أكتبها في ذهني، ليس بالضرورة أنقلها على الورق أو أكتبها. وأحيانا لما أقرأ قصص لبعض الكتاب أتخيل نفسي بطل تلك القصة، فحاولت أن أكتب قصص تعبر عن ما أشعر به، تعبر عن ما أعيشه، ما تطرح رأيي في هذا الواقع. أكيد أنني سأكون أنا والبطل. هناك كتاب يتكلمون عنها أيضا، يطرحون هذه المسألة مثلي، لكنهم لا يفصحون عن نفسهم. صحيح. ينسبونها إلى شخصية أخرى أو يتكلموا بصيغة الغائب أو كذا. حتى البعض كتبوا سيرة ذاتية وكتبوها بصيغة الغائب. الكاتب يخاف أن يقال هذا أنت في النص. فعلا. هل هذا فقط في الثقافة العربية في التلقي العربي؟ ربما في التلقي العربي أكثر منه فيه، لكن نجد نصوص غربية الكاتب يكون يعطي نفسه مجال للحرية وللحديث كيفما كان. متفق لنا في البلاد العربية تعرفين في قمع في خنق للحريات في أشياء، فيختبئون وراء تسميات وأبطال أخرى هم يتكلمون عن أنفسهم. صحيح. عبد الرحيم في تقييم هكا في كلمتين، يعني كيف شفت معرض الكتاب في بيروت مقارنة مع معرض الكتاب مثلا في الدار البيضاء؟ هناك أشياء تتقاطع، وهو مثلا شفت حضور كثير للكتاب الديني الإسلامي أكثر من الكتاب، وقلت ودي قلت من قبل في المغرب في معرض الدار البيضاء، لماذا لا يخصصون معرضا خاصا بالكتاب الديني ويتركون معرض الكتاب ليكون الكتاب في حقيقة معرض الكتاب حقيقي مش كتب دين وكتب تتجه إلى الدعاية التبشيرية بالدين وكذا. شفت قلة مرسادي المعرض، ما شفتش الناس. هذا في بيروت، هذا في بيروت هذه المرة. جمهور قليل ما شفتش الناس يشتريوا كتب كثيرة، الناس بيجولوا كذا والتلاميذ. ايضا تصميم المعرض فيه ضوء خافت، فيه سقف اسود، فيه كذا معتم. الموقف كان محرج جدا يعني، المبالغ كانت طائله والمدخل كان مزعج جدا. بالفعل. مع ذلك فيبقى معرض الكتاب بيروت من اهم معارض المنطقه العربيه.
ينتظره الناس كل سنة ويشوفوا جديد الكتب. صحيح صحيح. نحن نرحب بك دائما في بيروت، وأعتقد أن دورها الريادي سيعود لأنه نمر ببعض الظروف الصعبة. صحيح. طبعا راح توقع لي كتابي قبل أن نغادر. طبعا طبعا. أتمنى ذلك. عندك شيء خلاص. ونحب نخبرك، تعرف سارة خان المذيعة اللي معنا؟ سارة خان أسمع الاسم. سارة خان مذيعة جميلة جدا. فقط نقول لك أنه هي كانت آخر واحد يكون في المعرض، فأطفأت الأنوار وأغلقت الأبواب وخرجنا جميعا، لم يبقى أحد، يعني هي ختمت. عبد الرحيم شكرا لك. أشكرك، أنا أشكرك وسعيد بهذا اللقاء معك. وأنا أشكر الجميع وأعود إلى صديقاتي هبة ووعد.